تحت رعاية الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية، وبالتعاون مع شركة نفط البحرين بابكو، نظمت جمعية السكري البحرينية الغبقة الرمضانية لتكريم الأطفال المصابين بالسكري حديثي الإصابة. وبهذه المناسبة قال الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة إن جمعية السكري البحرينية حققت نجاحات كبيرة في ميادين العمل الخيري التنموي من خلال القيام بواجبها الوطني لأفراد المجتمع للوقاية من مرض السكري والحد من مضاعفاته، لافتا إلى أنه من منطلق المسؤولية والشراكة المجتمعية فقد تبنت الجمعية العديد من المبادرات والمشاريع المتميزة منذ تأسيسها لإيمانها بالعمل الخيري والتطوع. من جهتها أكدت نائب رئيس مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية الدكتورة مريم الهاجري أن الجمعية بتعاونها مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة ومن خلال الشراكة المجتمعية ماضية قدما في تطوير جودة الخدمات والبرامج المقدمة بهدف رفع الوعي الصحي للوقاية من السكري والحد من مضاعفاته والعمل على توفير الدعم والمساندة خاصة للأطفال المصابين بهذا المرض. وتأتي الفعالية السنوية بهدف تقديم الدعم المعنوي والاجتماعي للأطفال المصابين بالسكري ليتمكنوا من السيطرة والتعايش بأمان مع السكري.